في بلدان عربية كثيرة يفضل المواطنون متابعة مباريات كأس العالم في منازلهم صحبة الأهل والأقارب، فيما يتوجه البعض الآخر إلى المقاهي العامة والأسواق. أما هنا في قطر فيتجمع الشباب القطري في المجالس التي لا يخلو بيت منها، والتي عادة ما تفتح ذراعيها لاستقبال الجميع بمختلف الأعمار والميول. وإذا كان هذا المجلس يستقبل زواره أسبوعيا لمتابعة إحدى مباريات الدوري الإسباني أو دوري أبطال أوروبا مثلا، فإنه تحول في غضون شهر واحد إلى مزار يومي لمتابعة مباريات مونديال جنوب إفريقيا. حرصنا طبعا دائما أن أنا أشارككم في بعض المباريات، أكون موجود ومتواجد هنا وياهم، ونحتفل في بعض الفرق وكل يشجع فريقه والأمور بالطريقة هذه. يعني هذه كأس العالم بالنسبة لنا يعني. وتبقى المشاركة العربية لغزا محيرا للجميع، فممثل العرب الوحيد الجزائر الذي خرج من الدور الأول دون أن يسجل أي هدف رغم الأداء الكبير الذي قدمه خصوصا مع إنجلترا، فتح المجال للآمال والطموحات للمشجعين أو المسؤولين القطريين لرؤية منتخبهم في المونديال. أتمنى أن المونديال يكون هنا في الدوحة، مونديال 2022. أعتقد أن فرصتنا قوية خصوصا بعد الحوادث اللي صارت في استراليا، وأعتقد أن استراليا راح تنسحب من تنظيم مونديال 2022، فأعتقد أن نسبة فوز قطر في الاستضافة عالية جدا. ووفرت الجزيرة الرياضية الخيار لهؤلاء لمتابعة المباراة بصوت معلقهم المفضل، كما أعطتهم الحق أيضا في إبداء رأيهم حول التغطية الحصرية الأولى لحدث بحجم كأس العالم. بدأت الجزيرة الرياضية بما أنها أول تجربة لهم فما كانت يعني بالشكل مأمول كبداية، لكن بعد أول ثالث يعني أول ثاني أسبوع بدأت ابتكاراتهم كلها تطلع في الإنتاج وفي الإخراج وكل شيء. وفور أن يطلق حكم المباراة صافرة النهاية، يستغل الضيوف المرافق التي تميز المجلس من ألعاب ترفيهية مختلفة تنقل التنافس في التشجيع إلى تنافس حقيقي على طاولة التنس مثلا، أو حتى في ممارسة السباحة التي أضفت على المجلس القطري التقليدي روحا جديدة بعد أن كان مكانا يحتوي على غرفة واحدة أو اثنتين. كما تطور المجلس القطري ليحتوي على وسائل تقنية حديثة كالإنترنت الذي يساعد هذا الشاب على نقل الأهداف أولا بأول إلى مشتركي خدمة موقعه وعلى هواتفهم المحمولة. وكما كان للشعر في السابق مكانه الخاص في مجالس أهل قطر، ها هو التطور يطاله أيضا ليكتب البعض ويتغزل بمن يحب، ولكن بإطفاء روح المونديال على أبيات شعره الجزلة. لا سق الله يوم حط المونديال، تابع خلي ولا داري وش بلاه، لاعب بي مثل لعب البرتغال، سبعة أهداف في قلبي من غلا، حاور ضلوعي من يمين ومن شمال، ساحب خطوط الظهر واللي وراه، لعب أرجنتيني فايق بالخيال، لو درابه كل مسؤول شراه، أدري إن للربح ما ليه مجال، خاب ظني مثل لبي في رجاه، لا سق الله يوم حط المونديال، تابع خلي ولا داري وش بلاه. سلامتكم. هكذا إذن تابع القطريون مباريات كأس العالم في جنوب إفريقيا في مجالسهم الخاصة. علي المسلماني، الجزيرة، الدوحة.